بصوا هقول لحضراتكم حاجه، يعني انا اعتقد والله اعلم ان يعني الاظبط بالنسبه لنا كجماهير ان احنا نتعامل مع البطوله دي من بمنطق ماتش ماتش او مباراه مباراه، عشان ده لو ما حصلش ممكن جدا ينتج عنه تشكيل ضغط عصبي ونفسي كبير جدا على لعيبتنا. احنا رايحين نلعب كره حلوه ورايحين نقدم اداء ونتائج مشرفه، خصوصا اننا فريق محقق ارقام قياسيه عظيمه جدا في المشاركات المونديالية السابقه. النهارده لما اسم النادي الاهلي وهو بيتقال في قرعه تابعها الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم وتابع تغطيتها تقريبا كل وسائل الإعلام في أوروبا والعالم كله، وعارفين إن دي المرة السابعة للنادي الأهلي في المشاركة وحقق برونزيتين قبل كده وصاحب أرقام قياسية قارية وعالمية، فده بحد ذاته مكسب مادي ومعنوي وتسويقي والمفروض إن ينتج عنه ملايين الدولارات مكاسب من كل جانب. جماهير النادي الأهلي لازم من دلوقتي يكون دعمنا ليه فريقنا بالشكل اللي يرفع الضغوط من على اللعيبه والجهاز الفني، مش بالشكل اللي يحط عليهم ضغوط. مش عايزين نعمل اسقاطات على النجوم اللي هنقابلهم في اللقاءات القادمه ان شاء الله، عايزين نزود من ثقتنا في نجومنا، وكل لاعب في الفريق منتظر من دلوقتي وبيحلم اكيد بانه يكون بيلعب في اللقاء النهائي. فبرضه رساله لكل لاعب منهم، صدق حلمك، يعني احنا عمرنا ما تخيلنا قبل كده تكون في مواجهه لفريق مصري مع فريق عالمي بشكل رسمي، وحصل ده قبل كده لما لعبنا البايرن. دلوقتي الناس يعني بتلعب معانا راس براس وكتف بكتف، وهم عاملين حساب لطموحاتنا ولاسمنا ولتاريخنا. دي كلها نقط او نقاط لازم تتاخد في الاعتبار الحقيقي. كلام محترم جدا.